بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب قيم ومؤلف نافع، نفع الله جل وعلا به خلقا كثيرا من العباد، أعني كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد كتب في الأربعين أحاديث أو كتب كثيرة لأهل العلم، لكن هذا الكتاب حاز قصب السبق في سعة الانتشار وكبر الانتفاع وعظم الاستفادة منه. وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى الإمام النووي جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتنى بجمع الأحاديث التي قال عنها أهل العلم أن عليها مدار الدين. ولهذا كان هذا الكتاب كتابا لا يستغني عنه طالب علم، بل لا يستغني عنه مسلم. ولهذا ينبغي أن يكون هناك سعي حثيث لنشر هذا الكتاب وتداوله وقراءته وحفظه والتعاون على انتشاره بين الناس، لأن فيه خير عظيم. وجرت عادة أهل العلم قديما وحديثا عندما يسألهم المبتدئ من طلاب العلم عن كتاب يبدأ به، فإنه أول ما يحيلونه إليه كتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، وأول ما يتبادر لذهن العالم فيما ينصح به طالب العلم المبتدئ كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي أن تكون عناية بهذا الكتاب العظيم، وأن يكون الاهتمام به حفظا للأحاديث وفهما لمعانيها ومدلولاتها وتطبيقا لمقاصدها وغاياتها، فيفوز العبد بخيري الدنيا والآخرة. وستكون القراءة لهذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى قراءة له مع قراءة شرح الوالد حفظه الله عليه المسمى فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله. والنووي كما هو معلوم جمع 42 حديثا وسماها الأربعين تغليبا، وابن رجب رحمه الله زادها 8 أحاديث، فبلغ عدة الجميع 50 حديثا. وشرح ذلك كله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب حافل ومؤلف جامع حوى علما غزيرا أسماه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. وهذا الشرح الذي بين أيدينا المسمى فتح القوي المتين فيه عناية بشرح هذا الكتاب بشكل موجز ومن خلال نقاط تبرز في بيان الأحاديث ودلالاتها. وقد بدأ حفظه الله بمقدمة بين فيها أهمية كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى وعناية أهل العلم به، وأيضا حول
الأحاديث أحاديث الأربعين وجمع أهل العلم فيها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عبد المحسن حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد، فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين، وهي جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ورد في فضل حفظ الأربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم، وقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح عنه، فيه فضل من حفظ أربعين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يصح، وجاء من طرق عديدة لكنها غير ثابتة، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعدد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين جمعوا في الأربعين بناء على الأحاديث الواردة في فضل العناية بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضل حفظها ونقلها للأمة، ولم يبنوا ذلك على هذا الحديث الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بنوا عملهم على الأحاديث العامة المطلقة التي جاء فيها الحث على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغها للأمة، ومنها الأحاديث التي يذكر النووي رحمه الله أنه اعتمد عليها في تصنيفه لهذا الكتاب. نعم. قال حفظه الله تعالى: وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه. وذكر أي النووي رحمه الله أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه، أي ليس على هذا الحديث الضعيف، وإنما كان اعتماده على أحاديث ثابتة فيها الترغيب في حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإبلاغها للأمة، بل على أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. الحديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا حديث فيه دعوة مباركة ميمونة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحفظ حديثه ويبلغه، وقال هذه الدعوة المباركة في جمع كبير من الناس في مسجد الخيف من منى في خطبة له عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، فيها قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لمن يعتني بالحديث حفظا وفهما وإبلاغا للناس. نعم. وذكر 13 من العلماء ألفوا في الأربعين، أولهم عبد الله بن المبارك، وآخرهم أبو بكر البيهقي،
وقال بعد ذكرهم: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. المؤلفات التي صنفت في الأربعين كما قال النووي رحمه الله تعالى كثيرة جدا، وبعد زمانه إلى زماننا هذا ألف في الأربعين كتب كثيرة جدا، وكل من ألف في الأربعين جمع أحاديث أربعين في باب واحد، مثل جمع أحاديث الأربعين في فضل لا إله إلا الله، أو في فضل الدعاء، أو نحو ذلك من المجالات التي جمعت فيها أحاديث الأربعين. أما النووي رحمه الله تعالى فقد اتجه في جمعه للأربعين إلى جمع جوامع الكلم، إلى جمع الأحاديث التي عليها مدار الدين. نعم. وقال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون. هذه الطريقة التي يذكرها النووي هي طريقة أهل العلم، وهي ذكر أعمال أهل العلم بالثناء. فلما ذكر هذه الكتب ولديه اهتمام إلى الكتابة في أمر أعظم ومجال أهم، لم يقلل من شأن تلك الكتب، بل إنه أثنى على تلك الكتب بقوله رحمه الله: وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وهذه الطريقة هي طريقة أهل العلم، وأما من سواهم فإنه يميل إلى الانتقاص والاستهانة بأعمال الآخرين، مثل أن يذكر هذه الكتب ويقول: هذه كتب ألفت في مجالات ليست بذات أهمية، أو مجالات هناك ما هو أهم منها، وأنا كتبت في أهم مجال، أو نحو ذلك. فرحمه الله لما ذكر هذه الكتب أثنى على مؤلفيها ودعا لهم، وهذه طريقة أهل العلم في التعامل مع العلماء. قال: وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني أنه رحمه الله لما اتجه للجمع اتجه لجمع الأحاديث التي من هذا القبيل، التي قال عنها العلماء أن عليها مدار الدين، أو أنها نصف الدين، أو أنها ثلث الدين، أو أنها ربع الدين. وسيأتي نقول عن أهل العلم في هذا المعنى. فجمع رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الدين، وعليه فإن طالب العلم إذا حفظ الأربعين حفظا متقنا وفهم معانيها فإنه يكون بإذن الله تبارك وتعالى قد حفظ الأحاديث التي يدور عليها الدين، بمعنى أنه لا يكون هناك مجال من المجالات إلا ويجد أن عنده حديث يقرر ذلك، كل مجال من مجالات الدين. أيضا بمعنى آخر يستطيع العالم من خلال الأربعين وحدها أن يصلح أي فساد في المجتمع، وهذا انتبهوا له، يستطيع العالم بإذن الله جل وعلا أن يصلح أي فساد في المجتمع من خلال أحاديث الأربعين فقط. في أي مجال من المجالات يرى فسادا يستطيع أن يأتي بحديث من أحاديث الأربعين ويصلح في ذلك المجال أو ذلك الخلل أو الفساد الذي وجد. وهذا لأهل العلم فيه تجارب كثيرة وجدوا فيه نفعا عظيما. وأذكر من طريف
ما يورد هنا أنه قبل سنوات تقارب العشرين شرحت الأربعين في أحد المساجد، وكان وكنت ألزمت جماعة المسجد أن يحفظوا الأربعين. فجاء رجل التحق بالدرس بعد أن شرحنا سبعة أحاديث وقال أنا أريد أن أشارك معكم. قلت بشرط أن تحفظ السبعة الماضية، فحفظها حفظا متقنا ودخل معنا الدرس، ومضينا كل يوم حديث وسمعهم ثم أشرح إلى أن قاربنا إلى النهاية. وكان هذا الرجل عاملا، كان هذا الرجل من العمال مع عزبة عمال يسكن معهم، ولما قاربنا النهاية وخرجت من المسجد لحقني وقال لي أنا أريد أن أقول لك شيء. قلت تفضل. قال أنا والله حسيت نفسي أني عالم الآن. قال أنا حسيت نفسي أني عالم. قلت له ليش؟ قال لأننا في العزبة ومع العمال والأصحاب أي غلط يغلطون أرد عليهم بحديث، أي غلط يغلطون أرد عليهم بحديث، وأذكر لهم الراوي وأذكر لهم من خرجه في أي خطأ يخطئون فيه. فقلت له أن هذا الذي حصلته من العلم هو يعتبر بداية العلم وأوله ومفاتيح في العلم، والعلم مشوار يحتاج منك إلى صبر وإلى بذل وإلى جد وإلى مجاهدة، لكن هذا الذي حصلته هذه أصول في العلم وجوامع في كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الأربعين عظيمة جدا، وينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بها. أولا يحفظها، وثانيا يشجع أبناءه وبناته وأهله في البيت على حفظها. وأنا يعني أفضل لإخواننا الحجاج والزوار عندما يرجعون إلى البلاد أن تكون أكبر هدية يقدمونها لأولادهم الأربعين، ويشجعونهم على حفظ الأربعين ويتعاونون معهم على دراسة الأربعين. هذا أفضل ما يقدم هدية للأولاد بعد أداء هذه الفريضة المباركة والطاعة العظيمة. وأهل العلم قديما من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى بعضهم بعضا ويقول ألا أهدي لك هدية، فيقول بلى، فيهديه حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أعظم هدية. نعم. قال رحمه الله: ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. هذه وصية من الإمام النووي رحمه الله جامع الأربعين، لا تغفل عنها. يقول رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ قال: لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وذلك ظاهر لمن تدبره. لا أجد حرجا في أن أروي تجربة لي مع الأربعين. في إحدى الدول الإفريقية بقيت فيها قرابة العشرين يوما، وفتحت درسا في الأربعين، وكان معي مترجم، والمسجد حافل بالحضور. وفي البلد الذي كنت ألقي فيه تلك الدروس مخالفات كثيرة في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، وكنت أسأل بعض طلاب العلم عن الأمور التي في البلد، سواء مشاكل البيوت أو ما أمور الجرائم التي تقع أو الفساد العقدي والبدع أو نحو ذلك.
وكنت من خلال الأربعين للنووي رحمه الله أعالج كل مشكلة أسمع بها، كل مشكلة أسمع بها في البلد أعالجها بدون أن أقول عندكم كذا، ولكن وأنا أشرح الأربعين أقول وقد دل هذا الحديث العظيم على عدم جواز كذا من جهة كذا، وأبين الأدلة. وكان عدد منهم يأتي ويعلن توبته، كان عدد منهم يأتي ويعلن توبته، ويأتي آخرون ويذكرون مخالفات أخرى في البلد يقولون نريد أن تعرج عليها في الأحاديث القادمة. فالأربعين أمرها عجل، الأربعين للنووي رحمه الله أمرها عجل، ولا يدرك قيمتها إلا من تدبرها كما قال النووي رحمه الله تعالى. فإذا تدبرت الأربعين واعتنيت بها عناية دقيقة وطالعت شروحات أهل العلم عليها وأتقنت حفظها وجدت أن معك علم عظيم مسدد في معالجة ما يكون في في, في, في الناس من مخالفات أيا كانت. ولهذا أعيد كلمة الأولى مؤكدا عليها، أن العالم بالأربعين فقط يستطيع أن يعالج أي مشكلة، العالم بالأربعين فقط يستطيع أن يعالج أي مشكلة. وأعرف عددا من علمائنا إذا طلب منه كلمة يذكر حديثا من الأربعين ويشرحه بما يناسب المقام والحال. نعم. قال شيخنا الوالد حفظه الله الشيخ عبد المحسن: والأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله 42 حديثا قد أطلق عليها 40 تغليبا مع حذف الكسر الزائد، وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس، وحصل اشتهارهما والعناية بهما، وأول كتاب ينقدح في الأذهان يرشد المبتدئون في الحديث إليه هذه 40 للإمام النووي رحمه الله. كتاب 40 للنووي رحمه الله وكتابه أيضا رياض الصالحين، كتابان كتب الله جل وعلا لهما قبولا، وربما تكاد تجزم أنه لا يوجد بلد في العالم إلا وفيه رياض الصالحين من بلاد المسلمين أو من بيوت المسلمين، يعني لا تكاد تجزم أنه لا يوجد بيت إلا وفيه رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وكتاب 40 للنووي تكاد تجزم أنه لا يوجد طالب علم إلا قرأ الكتاب، وعدد كبير من طلاب العلم حفظوه، لكن تكاد تجزم أنه لا يوجد طالب علم صاحب سنة إلا وحفظ 40، حفظها أو قرأها مرات وحضر فيها أيضا حلقات علم. وليس هذا الأمر في زماننا، من زمن المصنف رحمه الله والكتاب كتب الله سبحانه وتعالى له قبولا وانتشارا واسعا بين الناس، وشرح شروحات كثيرة جدا. نعم. قال حفظه الله: وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها 8 أحاديث من جوامع الكلم، فأكمل بها العدة 50، وشرحها بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وقد كثرت شروح 40 للإمام النووي، وفيها المختصر والمطول، وأوسع شروحها شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وقد رأيت شرح هذه 40 مع زيادة ابن رجب شرحا متوسطا قريبا من الاختصار، يشتمل شرح كل حديث على فقرات. وفي ختامه ذكر شيء مما يستفاد من الحديث، وقد استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمين 40، ومن فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وسميته فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 للنووي وابن رجب رحمهما الله. والمتين من أسماء الله، قال الله عز وجل في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه شديد القوة كما جاء في كتب التفسير،
وإني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث الخمسين التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك في بدء هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يعظم البركة فيه لنا أجمعين، أوصي الجميع بحفظ الأربعين أو بحفظ الخمسين، ومن كان حافظا لها مسبقا يعاود الحفظ، ومن لم يحفظ هذه الخمسين يبدأ من اليوم بحفظ الخمسين. وأقترح أن يكون تعاون بين الإخوان طلاب العلم بالحفظ، فمن كان له زميل أو زملاء أو يجمعهم سكن واحد أو مكان واحد يتعاهد بعضهم بعضا في حفظ هذه الخمسين حديثا على قدر الاستطاعة، إما خمسة أحاديث في اليوم أو حديثين أو ثلاثة، ويمضي الحفظ والتكرار إلى نهاية هذه المجالس في شرح الخمسين حديثا، ويستمر في خلال هذه الأيام الحفظ وتكرار الحفظ، لعل هذا العلم المؤصل يرسخ في قلوب الجميع. وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. ونبدأ الآن بالحديث الأول. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول، قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم المبارك. وقد جرت عادة جماعة من أهل العلم بالبدء بهذا الحديث، لأن أول الأعمال النيات، وأول ما يبدأ به من العمل النية وحسن القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. فبدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم المبارك، وجماعة كبيرة من أهل العلم بدأوا بهذا الحديث مصنفاتهم. والحديث ينبغي أن يستحضره المسلم في أعماله كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، والمعنى أن النية إن لم تكن صالحة ولم تكن صحيحة فالله جل وعلا لا يقبل العمل، كما سيأتي شرح هذا الحديث وبيانه. والحديث يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: عن أمير المؤمنين أبي حفص. وأبو حفص هذه كنية لعمر رضي الله عنه، وليس له ولد اسمه حفص، مثل أبو بكر رضي الله عنه يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وكذلك خالد بن الوليد يكنى أبا سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. والمصنف مصنف الأربعين النووي رحمه الله تعالى يكنى بأبي زكريا وليس له ولد اسمه زكريا، بل لم يتزوج رحمه الله تعالى. فبدأ رحمه الله بهذا الحديث، حديث عمر ابن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر أن هذا الحديث اتفق على إخراجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال شيخنا الوالد عبد المحسن حفظه الله تعالى: أولا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بروايته عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بروايته عنه يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه. فهو من غرائب الصحيح لأن الحديث الغريب يقصد به هنا، يعني يقصد بالغرابة كونه تفرد بروايته عن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل، وتفرد عن الرجل رجل، وهكذا. فهو حديث من غرائب الصحيح لأجل ذلك، يعني لكونه تفرد به عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد، وعن محمد يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الآخذون عنه لهذا الحديث. نعم. قال حفظه الله ثانيا: وأشار إلى أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، واختتمه بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فبدأ بإنما الأعمال بالنيات، واختتم بحديث فيه وزن الأعمال يوم القيامة، وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن بداية العمل النية، ونهاية الأمر وزن العمل يوم القيامة، يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله ثانيا: افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال وهو أي حديث إنما الأعمال بالنيات إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان، وهذا يبين لك مكانة هذا الحديث، وأنه للدين بمثابة القاعدة للبنيان، وأنه للدين دعامة، بمعنى أن الدين لا يقوم إلا على النية الصالحة، الدين لا يقوم إلا على النية الصالحة والنية الخالصة، بحيث لا يبتغى بالعمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه دعامة للدين، لا قيام للدين إلا عليها. ولهذا قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث، قال: هو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، يغلب على الظن والله أعلم أنه أراد بالسبعين الكثرة لا العدد أو الحصر. فالمعنى أن أبواب الفقه كلها بابا بابا يدخل فيها هذا الحديث، لأن أي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من نية، والأعمال معتبرة بنياتها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولهذا هذا الحديث مع المسلم في كل باب، في كل باب من أبواب الفقه، بل الدخول في الفقه من بدايته لا بد فيه من النية. قراءة كتب العلم ودراسة الفقه لا بد فيه من النية. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، يعني إذا صلحت نية صاحبه في طلبه للعلم. أما إذا فسدت النية والعياذ بالله كان علم الإنسان وبالا عليه. نعم. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وقال: وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قوله وهو ثلث العلم، ربما يأتي معنا ما سيوضح ذلك، وهي كلمة قالها عدد من أهل العلم، قالوا هذا الحديث ثلث العلم، بمعنى أن العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام إنما ورث أمته العلم، العلم الموروث عنه جاء في أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا، لكنها ترجع أو تدور على أحاديث معدودة. من العلم من قال، من أهل العلم من قال إنها تدور على 3 أحاديث. فإذا كانت تدور على 3 أحاديث من بينها هذا الحديث، يصبح هذا الحديث ثلث العلم. وإذا كانت تدور على 4 أحاديث كما يقرر ذلك بعضها للعلم، يكون هذا الحديث ربع العلم. فهذا معنى قول الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث ثلث العلم، لأن العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة، لكنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث جوامع يرجع إليها الدين كله. بعض العلماء قالوا هي 3، وبعضهم قالوا هي 4، فمن قال إنها 3 من بينها هذا الحديث، فبهذا الاعتبار يكون هذا الحديث ثلث العلم. نعم. وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2. إذا قيل 3 ومن هذا الحديث فيكون هذا الحديث ثلث العلم، وإذا قيل 4 من بين هذا الحديث فهو ربع العلم، وإذا قيل إن 2 فهذا الحديث نصف العلم. نعم. وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40. وقد جمعتها كلها في جزء 40، هذا يبين لك قيمة هذا الكتاب، أي أن النووي رحمه الله اعتنى بتتبع كلام أهل العلم في الأحاديث التي قالوا عنها أن عليها مدار الدين، أو قالوا عنها إنها ربع العلم أو ثلث العلم أو نصف العلم، فاعتنى بجمع هذه الأحاديث وأودعها في هذا المصنف المبارك. نعم. قال: وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا، لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها لا يستغني متدين عن معرفتها. كل صاحب دين ويريد لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة لا يستغني عن هذه الأحاديث، لأنها جمعت له أمهات الأحاديث، وجمعت له الأحاديث التي يرجع إليها الدين وعليها يدور. قال: لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة، جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق. لأنها كلها صحيحة جامعة. لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام
في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. أي أنه رحمه الله لم يخص جمع هذه الأحاديث في باب من أبواب العلم كالاعتقاد مثلا أو كالعبادات، بل اعتنى بجمع الجوامع من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي عليها مدار الدين في أي باب من أبواب الدين. ولهذا قال هنا في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فأنت في هذا الكتاب تجد بغيتك في الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا. نعم. قال رحمه الله: وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم. وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. انتبه لهذا الملحظ وأرعه اهتمامك، ينفعك الله سبحانه وتعالى به. جماعة من أهل العلم استحبوا بدء المصنفات بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: تنبيها للطالب، تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. لأن النية قد يدخلها ما يدخلها، حتى وإن جلس الإنسان في مجلس علم معلما أو متعلما، النية قد يدخلها، قد يدخلها رياء، قد يدخلها حب ثناء، قد يدخلها إرادة الدنيا، قد يدخلها أمور عديدة تأتي على النية بالفساد. ولهذا يحتاج طالب العلم في جلوسه للعلم أن يعالج نيته، أن يعالج نيته. ومما يعينه على معالجة النية في بدء الطلب تذكيره بهذا الحديث العظيم. ولأجل هذا بدأ جماعة من أهل العلم مصنفاتهم بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، تنبيها للطالب إلى أهمية استحضار النية في طلب العلم. وطلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. ولا يقبل الله من طالب العلم طلبه للعلم إلا إذا أراد بطلبه العلم وجه الله. طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون طلب الإنسان للعلم في عداد عمله الصالح المشكور عند الله جل وعلا إلا إذا أراد به وجه الله. أما إذا طلب العلم للدنيا أو للشهرة أو للرياء أو لمدح الناس أو ليقال عالم أو يقال مناظر أو يقال حافظ أو غير ذلك، هذه كلها نيات ليست لوجه الله. ولكل ما نوى، ولكل ما نوى. فإصلاح النية من أهم ما يكون. ولأجل هذا بدأ أهل العلم بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم إلى إصلاح نيته. قال: تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله بجميع أعماله البارزة والخفية. أعماله البارزة مثل الصلاة والزكاة والحج والصدقات، والخفية التي في القلب مثل الحياء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. وكل هذه الأعمال البارزة والخفية لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا أراد بها وجه الله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله:
وروين عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. لو صنفت كتابا، يقول عبد الرحمن بن مهدي، لبدأت كل باب منه بهذا الحديث. وهذا فيه تأكيد وتقرير للمعنى الذي مر معنا عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. فابن مهدي رحمه الله يقول: لو صنفت كتابا في العلم لصدرت كل باب من أبوابه بهذا الحديث. لماذا؟ لأن النية يحتاج إليها في كل باب من أبواب العلم، وإذا فقدت النية في أي باب من أبواب العلم لم يستفد منه طالبه، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. نعم. قال رحمه الله: وروين عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. نعم. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وقال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين. هذه كلمة عظيمة للإمام أحمد رحمه الله في التنبيه على 3 أحاديث، قال عنها: أصول الإسلام على 3 أحاديث. أصول الإسلام على 3 أحاديث. وحتى تعرف قيمة كلمة الإمام أحمد رحمه الله، تذكر من هو الإمام أحمد، وتذكر أيضا كتابه المسند، وقد طبع محققا معتنى به في 50 مجلدا، كلها أحاديث جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع المسند الإمام رحمه الله يقول: أصول الدين الإسلامي ترجع إلى 3 أحاديث. يعني اقرأ المسند كاملا وغيره من كتب الحديث، فجميع الأحاديث وأصول الدين راجعة إلى 3 أحاديث، هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وعليها يدور الدين. ما هي؟ قال: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أودعها النووي رحمه الله تعالى كتابه 40. وتوجيه كلام الإمام أحمد وتقريره وبيانه جاء عن ابن رجب رحمه الله توضيحا له. نعم. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد،
والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات. هذا توضيح من الإمام بن رجب رحمه الله تعالى لكلام الإمام أحمد عندما قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، وهي حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا، وحديث الحلال بين والحرام بين. فيقول ابن رجب رحمه الله: الدين فعل المأمور وترك المحظور واتقاء المتشابه، وهذا بين على التمام والكمال في حديث النعمان بن بشير، ولا يتم ذلك إلا بأمرين: أن تكون النية خالصة في الأعمال لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا مبين في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والأمر الثاني أن يكون العمل موافقا للسنة، أن يكون العمل موافقا للسنة، فإن لم يكن موافقا لها لم يقبل، وهذا بينه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذا المعنى قال الفضيل رحمه الله، قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. قال رحمه الله: وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة، والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى: حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. هذه الآن أحاديث جميعها قال عنها بعض أهل العلم عليها مدار الدين، عليها مدار الدين، أو عدوها في جملة الأحاديث التي هي جامعة لأصول الإسلام، وبعض أهل العلم عدها ثلاثة، وبعضهم عدها اثنين، وبعضهم عدها أربعة، وبعضهم عدها خمسة. وهنا تلخيص للأحاديث التي قيل عنها ذلك، وجميعها أودعها النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قرب أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات بدلا من الضمير هاء، أي الأعمال بنياتها، ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. قال في شرح الحديث وبيان معناه: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: إنما أداة حصر، أداة حصر، أي أن الأعمال بنياتها، الأعمال بنياتها، وهذا حصر للأعمال في قبولها واعتبارها عند الله سبحانه وتعالى، أن ذلك متعلق بالنيات،
بمعنى أن العمل أي عمل كان لا ليس معتبرا ولا مقبولا ولا مرضيا عند الله جل وعلا إلا بالنية. قال إنما أداة حصر وأل في الأعمال، ما المراد بها؟ قيل إنها خاصة في القرب، الأعمال أي القرب، الصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك. وقيل إن الأعمال أوسع من أن يراد به القرب فقط، قيل إنها للعموم في كل عمل، يعني حتى الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والذهاب والرواح هذه أعمال. فقيل إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال أي القرب التي يتقرب بها إلى الله، وقيل الأمر أوسع من ذلك وأن المراد بالأعمال أي عمل كان من أكل أو شرب أو نوم أو قيام أو قعود أو غير ذلك. فما كان منها أي الأعمال قربة أثيب عليه فاعله، يعني إذا صلحت نيته أثيب عليه، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. يعني من نام مبكرا بنية قيام الليل يثاب على هذا النوم ويكون نومه عبادة وقربة لله. من أكل أو شرب ليتقوى بأكله وشربه على أداء الطاعات، على أداء الطاعات، فأكله وشربه يعد عملا صالحا يثاب عليه، عملا صالحا يثاب عليه. وإذا كان من يأكل ويحسن أكله ليرتكب الفواحش والعياذ بالله والمحرمات يؤزر بهذا الأكل، فإن من يأكل ويشرب ليتقوى جسمه على العلم والطلب والدراسة والدروس والعبادة وغير ذلك يكون أكله وشربه داخل في جملة أعماله الصالحة التي يثاب عليها. وعليه فيكون الحديث مفيدا في عموم دلالته أن العادات إذا صحبتها النيات الصالحة صارت عبادات وقربات، مثل الأكل والشرب والنوم عادة للإنسان لكنه بالنية الصالحة يكون قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيثاب على ذلك. قال والألف واللام بالنيات، الألف واللام يعني الداخل على النيات بدلا من الضمير هاء، يعني أصل الجملة بنياتها، إنما الأعمال بنياتها، حذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام، فالألف واللام في قوله بالنيات عوض عن الضمير، وأصل الجملة إنما الأعمال بنياتها، إنما الأعمال بنياتها. قال ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، إنما الأعمال بالنيات معناه إنما الأعمال بنياتها، هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف تقديره معتبرة، تقديره معتبرة، فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، هذا معنى قوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، معتبرة أي في صلاحها في قبولها في رضا الله تبارك وتعالى عن فاعلها في إثابته عليها بنياتها. وهذا يشمل معنيين أرادهما أهل العلم أو استفادهما أهل العلم من هذا الحديث. والمعنى الأول يكثر إطلاقه في كتب الاعتقاد،
والمعنى الثاني يكثر إطلاقه في كتب الأحكام. أما في كتب الاعتقاد فالنية يطلقها أهل العلم ويراد بها تمييز المقصود بالعمل، يراد بها تمييز المقصود بالعمل. قولوا إنما الأعمال بالنيات، المراد بالنية ما يكون به تمييز المقصود بالعمل، والمقصود بالعمل والعبادات هو من؟ رب العالمين، يجب أن يكون وحده جل وعلا المقصود بالعمل. فمن كان مقصوده بعمله وجه الله اعتبر عمله بذلك وأثيب عليه ورضي الله سبحانه وتعالى عنه، لأن عمله إنما نوى به وجه الله وقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لم يرائي فيه ولم يسمع ولم يرد فيه الدنيا، وإنما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني للنية ما تتميز به العبادات. قال وتأتي، قال في التعليق، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، والنية في اللغة القصد. وتأتي للتمييز بين العبادات، وهذا في إطلاق الفقهاء، وهذا في إطلاق الفقهاء، يعني عندما تطلق النية في كتب الفقه والأحكام هذا هو المراد بها، ما تتميز به العبادات كتمييز فرض عن فرض. الآن صلاة الظهر وصلاة العصر من حيث صورة العمل واحدة، في السفر والحضر صورة العمل واحدة، لكن ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية فقط، النية هي التي تميز أن هذه الظهر وأن هذه العصر، وإلا صورة العمل واحدة. وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض، مثل أن تميز فرض العصر عن فرض الظهر بالنية، والنية محلها القلب. عندما تنوي صلاة العصر تميزت الصلاة بالنية أنها صلاة العصر، وأن الصلاة المقصودة المرادة هي صلاة العصر، وهذا إنما حصل التميز بالنية. قال أو فرض عن نفل، أو فرض عن نفل، عندما تصلي نافلة ركعتين أو فريضة مثل الفجر ركعتين، يميز هذه عن هذه النية. وتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن العادات، كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف، هذا غسل وهذا غسل. فتمييز العبادات عن العادات، ما الذي يميز غسل النظافة عن غسل الجنابة إلا النية؟ فالنية لها إطلاقان، إطلاق في كتب العقائد ويراد به تمييز المقصود بالعمل وهو الله، بمعنى المراد بالنية الإخلاص، المراد بالنية عندهم الإخلاص، يعني إنما الأعمال بالنيات، أي بالإخلاص لله جل وعلا في الأعمال. ولها إطلاق آخر عند أهل الفقه في كتب الأحكام، والمراد بها التمييز بين العبادات، والتمييز أيضا بين العبادات والعادات. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب: إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. إنما، لاحظ الآن الفرق بين الجملتين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس هذا تكريرا محض، ليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، ليس إعادة للجملة الأولى،
وتوضيح ذلك قال: الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة صلاحا أو فسادا بنياتها، هذا مراد الجملة الأولى ومقصودها. الجملة الثانية قال: دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وإنما لكل امرئ، أي من الثواب أو العقاب، ما نوى، فإن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا وفسادا حصل عقوبة. فإذا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى ليس تكريرا محضا للجملة الأولى، وإنما هو بيان لما يترتب على النية من صلاح أو فساد، ما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. فالجملة الأولى لبيان العمل، والجملة الثانية لبيان ثواب العمل أو العقاب عليه. نعم. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. حتى المباح، يعني مر معنا قريبا أن المباح إذا فعله الإنسان بنية صالحة أثيب عليه، والعادات تتحول بالنيات الصالحة إلى قربات يثاب العبد عليها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فيه الشرط والجزاء، اتحد فيه الشرط والجزاء، والعادة أن يختلف الجزاء عن الشرط، لكن هنا اتحد. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء. فما معنى ذلك؟ قال والأصل، والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فافترقا، افترقا في المعنى وإن كان اتحدا في اللفظ. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتفقا في اللفظ، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. المراد بالجملة الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، لم يرد بالهجرة إلا الله، هذه نيته وهذا قصده، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، أي ثوابا وأجرا. فاختلف، يعني اتحد في اللفظ واختلف في المعنى، الأولى المراد بها النية والقصد، والثانية المراد بها الثواب والأجر. وهذا فيه تنبيه لعظم الثواب وكبره، تنبيه لعظم الثواب وكبره، لعله يأتي بيان ذلك وإيضاحه في كلام ابن رجب. نعم. قال ابن رجب: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. هذا الآن مثال فقط، فمن كانت هجرته مثال
ليتضح به المقال، ليتضح به قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمثل لتوضيح هذه القاعدة الكلية بالهجرة، وإلا جميع أعمال الدين أمرها كذلك وشأنها كذلك، إن كانت نيته لله فأثابه الله عز وجل ثواب المخلصين، ومن كانت نيته لغير الله حبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين. نعم. وقال أيضا: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه بيان حال المخلص في عمله الصالح وفيما يتقرب به إلى الله، وأنه إنما تقرب بهذا العمل ابتغاء وجه الله. فإذا كان العمل هجرة كما في هذا المثال الذي في الحديث، وهاجر ليتعلم دينه وليظهر دينه لأنه عاجز عن إظهاره في بلد الكفر، وليكون في ذهابه إلى بلاد الإسلام حفظا لدينه ودين أولاده، فهذه الهجرة الصحيحة التي يثاب عليها ثواب المخلصين الصادقين في نيتهم مع الله جل وعلا أو الصالحين في نيتهم. والآخر قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لدنيا يصيبها أي تجارة، ليس له غرض إلا التجارة والربح الدنيوي، أو امرأة ينكحها أي ليس له نية في هجرته إلا النكاح والزواج. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. الأول تاجر والثاني خاطب. الذي هاجر للدنيا هذا تاجر همه التجارة، والذي هاجر لامرأة ينكحها هذا خاطب للنكاح، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال: وليس واحد منهما بمهاجر، يعني الهجرة التي يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتكون في عداد أعماله الصالحة المقربة إلى الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر. قال رحمه الله تعالى، الكلام لا يزال لابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة. قوله هجرته إلى ما هاجر إليه هذا فيه تحقير له، الذي ليس له هم في هجرته إلا الدنيا أو نحو ذلك. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. نعم. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. نبه رحمه الله، نبه الحافظ بن رجب رحمه الله إلى أن قوله إلى ما هاجر إليه فيها ملحظان. الملحظ الأول تحقير واستهانة بمن كانت هذه حاله، والملحظ الثاني
أن الهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، ولهذا لم يعد وإنما قال إلى ما هاجر إليه، لأن الهجرة للأمور الدنيوية لا حصر لها ولا عد. نعم. قال ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. هذا مشتهر ولكنه ليس بثابت أن الحديث لا له سبب، وهو مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس وهو رجل يقال أنه هاجر إلى المدينة لكونه يحب امرأة فيها يقال لها أم قيس، ولأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لكن هذا ليس له أصل ثابت في السنة الصحيحة. نعم. قال حفظه الله تعالى: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول: لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة، لثبوت السنة في ذلك دون غيره. النية محلها القلب، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. النية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، يعني لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بالنية بين يدي العبادة، مثل الصيام، أول ما يبدأ يصوم يقول: نويت أن أصوم هذا اليوم الاثنين من تاريخ كذا نفلا لله جل وعلا، هذه بدعة. أو رجل يريد أن يصلي الفريضة فبين يدي الصلاة يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات جمعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة محدث لا أصل له في دين الله جل وعلا، ولا يثاب على هذا العمل بل يؤزر، لأن البدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية بين يدي العبادات. والحج يشرع للمسلم أن يعلن إهلاله ويرفع صوته بإهلاله، لأنها 3 أنساك: الإفراد والتمتع والقران، فيشرع له أن يرفع صوته بالشيء الذي قصده، حجا مفردا أو حجا وعمرة قارنا بينهما، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، يعلن ذلك، يرفع صوته، يقول: لبيك اللهم حجا، أو يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة، يرفع صوته بذلك، حتى أيضا يضبط الشيء الذي نواه أو أراده من هذه الأنساك 3. ولا يجوز له في الميقات أن يقول: نويت أن أؤدي الحج هذا العام فريضة إلى آخره، هذا من البدع التي لا أصل لها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث، أولا أنه لا عمل إلا بنية. نعم. ثانيا أن الأعمال معتبرة بنياتها. ثالثا أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. رابعا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. خامسا فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ سادسا أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. سابعا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. ثامنا
أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. هذه فوائد عظيمة مستفادة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.